بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات كلية الطب في كل مكان، برحب فيكم في الجزء الثاني من محاضرات الـ Pathways and Tractology of the Online Neuro Anatomy Course اللي احنا شغالين فيه بقالنا فترة. الجزء الثاني من الـ Sensations دي أو من الـ Pathways دي هيبقى مسؤول عن الـ Descending Pathways، يعني الموتور Pathways اللي نازلة من الـ Central Nervous System أو من الـ Higher Brain Centers إلى الـ Organs المختلفة. وزي ما انتم عارفين معاكم بالشرح والتحليل الدكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبيرولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. وزي ما انتم شايفين قدامنا كتاب سمبليفايد نيورو اناتومي، هو ده السورس بتاع البرزنتيشنز اللي موجوده هنا. يعني اي برزنتيشن هتشوفوه او اي صور او اي مايند ماب معموله بتبقى متواجده في الكتاب ده بنفس الطريقه تقريبا. بيطلب من اي مكان من دار الاطباء النشر والتوزيع مقرها امام مسجد النور العباسية. هنبدأ إن شاء الله مع بعض زي ما اتفقنا إن دي المحاضرة الثانية في محاضرات الباثويز والتراكتس المختلفة بتاعة النيرفوس سيستم اللي هيكون عنوانها The Descending Pathways. خدنا المحاضرة اللي فاتت على طول للناس اللي متابعيني الاسندنج باثويز، وقسمناهم بمايند ماب لذيذة كده لثلاث كاتيجوريز أساسيين. المرة دي برضو هنتكلم عن الديسندنج باثويز، وأول سلايد دايما دايما اللي أنا بشرح فيها الأي ال أوز أو الانتندد ليرنينج اوتكمز أو الحاجات اللي أنا عايزك تخرج بيها من المحاضرة، إن أنا بقسم لك الديسندنج أو الموتور باثويز بمايند ماب برضو ظريفة كده إلى قسمين أساسيين، بيراميدال سيستم واكسترا بيراميدال سيستم. بالنسبة للبيراميدال سيستم بتاعنا ليه سميناه بيراميدال سيستم؟ لأنه بمنتهى البساطة begins from the pyramidal cells of the primary motor cortex، يعني بيبدأ من خلايا اسمها pyramidal cells موجودة في الموتور كورتكس بتاعنا، يعني في الموتور بارت of the cerebral cortex، عشان كده سميناه pyramidal system. الاكسونز اوف ذيس بيراميدال سيلز اللي انا بسميها upper motor neurons، الاكسونز بتاع هذه النيورونز descend into the brain stem and spinal cord to synapse، يبقى بينزل من البرين يمشي في البرين ستيم والسباينال كورد عشان يعمل synapse مع اللور motor neurons اللي بتعمل control للسكيليتال muscles. اتفقنا؟ ما هي motor pathways يبقى انا نازل اتحكم في muscles. بيتكون البيراميدال سيستم من ثلاثة بيرز اوف تراكتس، يبقى ليه سميناه بيراميدال سيستم؟ بص لما تعرف سبب كل حاجة هتلاقي نفسك عارف تذاكر كويس ومش هتحفظ وخلاص. ليه سميناه بيراميدال سيستم؟ عشان هتاخده في الهيستولوجي في حاجة اسمها بيراميدال سيلز موجودة في الموتور كورتكس بتاعنا. الأكسونز بتاعت البيراميدال سيلز دي بتنزل من الأبر نيورونز اللي موجودة في الهاير فانكشنز اوف ذا سي ان اس في البرين فوق من الموتور كورتكس، تمشي في البرين ستيم ثم في السباينال كورد، بس هتبقى ديسندنج تراكتس مش بقى زي الاسندنج اللي خدناه المره اللي فاتت. هذه الديسندنج تراكتس تنزل عشان تعمل سينابس مع لور موتور نيورونز. اللور موتور نيورونز دي بتحكم بعد السينابس ده بيها في ايه؟ في سكيليتال ماسلز. عندي ثلاث ازواج من البيراميدال سيستم. اول زوج اسمه كورتيكو بالبر تراكت، ده بيبقى رايح للموتور كرينيال نيرفز اللي في البرين ستيم، يعني من السيريبرال كورتكس للبرين ستيم على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال. البير الثاني اسمه لاترال كورتيكو سباينال تراكتس، ده بيبقى نازل للسباينال كورد وبيبقى ماشي في اللاترال وايت كولومن اوف ذا سباينال كورد بس ديسندنج، موجود واحد يمين واحد شمال. وعندي anterior cortico spinal tracts، اكيد عشان اسمه anterior هيبقى ماشي برضه في spinal cord in the anterior white column. يبقى اذا مش عايزك تتلخبط، the pyramidal system بيشمل two pathways نازلين وماشيين جوه spinal cord، يا اما في lateral white column هيبقى اسمه lateral cortico spinal tract، يا اما في ventral white column هيبقى اسمه anterior cortico spinal tract. وفي pathway تالت عبارة عن pathway أو tracts بتوصل cerebral cortex بال nuclei of cranial nerves اللي هي مسؤولة عن تحكم في muscles of the head and neck، فبسميه cortico bulbar tract. كل ده اسمه pyramidal system علشان ال origin بتاعها هو عبارة عن ال pyramidal cells of the cerebral cortex. بص معايا على الرسمة الظريفة دي، أول حاجة ده ال cortico spinal pathway اللي هما الاثنين دول اللاترال والانتيرو، ادي اللاترال كورتيكو سباينال تراكت وادي الانتيرو كورتيكو سباينال تراكت.
وفي كورتيكو بالبر طبعا ما بيمشيش في السباينال كورد. تعالى بقى نبص على الاكسترا بيراميدال سيستم. يبقى الصوره دي ممثل فيها البيراميدال باثوي اللي ماشي في السباينال كورد على هيئه انتيريور كورتيكو سباينال تراكت ولاترال كورتيكو سباينال تراكت. تعالوا نتكلم على الاكسترا بيراميدال سيستم، ده معناه ايه؟ معناه السيستم اللي concerned with subconscious regulation of muscle tone and movement in addition to the subconscious control of balance needed for each movement. يعني بتحكم في التون بتاع عضلات جسمي، بشدها او برخيها زيادة عن اللزوم او اقل من اللزوم، بتحكم في البالانس بتاع جسمي ولكن unconscious، البرين بيعملها من غير ما اخد بالي، عشان اما اجي اعمل حركة معينة باوامر من البيراميدال سيستم تطلع هذه الحركة سلسة، وتطلع هذه الحركة this movement تطلع regular وكويسة وبالانسد. ليه؟ لأن البيراميدال سيستم بيدي اوردرز للسكيلتال ماسل تشتغل، يقوم الاكسترا بيراميدال سيستم مخدم عليه يظبط البالانس ويظبط الماسل تون علشان يظبط الدنيا. طب انا عندي نوعين من العضلات، عندي muscles of the trunk and proximal muscles of the limb، يعني العضلات الكبيرة بتاعت البروكسيمال بارت اوف ذا ليمب مع عضلات الترنك المسؤول عنها هو الميديال باثوي، يعني اللي موجود في السباينال كورد ديسندنج تراكتس بس موجود ميديال، وده يشمل الريتيكولو سباينال تراكت من الريتيكولو فورميشن للسباينال كورد، تيكتو سباينال تراكت من الميد برين للسباينال كورد، فيستيبولو سباينال تراكت من الفيستيبولار سيستم للسباينال كورد. الباثوي الثاني اسمه لاترال باثوي كنترولينج the distal limb muscles، يعني عضلات الفوت وعضلات الهاند بالتحديد distal limb muscles علشان تعمل discrete movements، يعني حركات دقيقة للعضلات الصغيرة اللي في distal parts of the limbs، ودي بيمثلها الروبرو spinal tract حتى في الرسمة المعبرة. روبرو يعني جاي من الريد نيوكليس، يعني هنفرق بعد شوية، فروبرو spinal tract. ماشي يا شباب؟ يبقى الرسمة دي ظريفة جدا في انها بتقول لك هذه الويندو هي بيراميدال سيستم ماشي جوه السباينال كورد، لو انا قدام هبقى اسمي انتيرور كورتيكو سباينال، لو انا لاترال هيبقى اسمي لاترال كورتيكو سباينال، وهذا المنتصف هو اكسترا بيراميدال سيستم مسؤول عن الانكونشس كنترول اوف بالانس اند ماسل تون عشان يطلع الحركة سموث وبالانسد، يعني يساعد البيراميدال سيستم في تنفيذ اوامره. عندي ميديال باثوي في ريتيكولو سباينال تراكت، تيكتو سباينال تراكت، فيستيبولو سباينال تراكت، هذا الميديال باثوي يتحكم في الميديال ماسلز اللي في جسمك اللي هي الماسلز اوف ذا ترانك والبروكسيمال ماسلز اوف ذا ليمبس. اما اللاترال باثوي الروبرو سباينال تراكت بيتحكم في الديستال، في الديستال ماسلز اوف يور ليمبس. جميل يا دكتور، ده حضرتك كده فهمتنا راسنا من رجلينا بالبلدي كده، وحطت لنا النقط فوق الحروف. ده احنا طول عمرنا فاكرين ان البيراميدال ده حاجات منفصله، لا كل دول اسمهم بيراميدال. كورتيكو بالبر ما بيوصلش للسباينال كورد، طب اللي بيمشي في السباينال كورد لو لاترال، لاترال كورتيكو سباين مسؤول عن حاجه معينه، لو فنترال يبقى انتيريور كورتيكو سباين. هاي طب وبقيه الديسندنج تراكس كلها بسميها اكسترا بيراميدال لانها مش طالعه من البيراميدال سيلز، وفي نفس الوقت طالعه من اماكن معينه في السيريبرال كورتكس تو كنترول البالانس بتاع المسلز. دي بقسمها الميديال باثوي عشان ما تتوهش، وتلاقي جداول كتير في الكتب وتلاقي تراكتات كتير عشان ما تتوهش. لاترال باثوي مسؤول عن الديستال لما روبرو سباين، اما الميديال ريتيكولو سباين تيكتو سباين فيستيبولو سباين، مسؤول عن الترانك ماسلز الكبيره والبروكسيمال ماسلز، عشان كده مسؤول عنه ثلاثه تراكتس بحلقه. ماشي يا شباب؟ هايل. نبدا بقى كده بالراحه بالبيراميدال باثوي. اول ما اقول لك كلمه بيراميدال باثوي مش كورتيكو سباينال بس، ده هتقول لي خلاص يا دكتور انا فهمت. بيراميدال باثوي انكلودز تراكتس لا تصل الى السباينال كورد، اسمها كورتيكو بالبال تراكتس رايحه للنيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرفز، وتراكتس ماشيه في السباينال كورد، لو انا في اللاترال وايت كولوم هيبقى اسمي لاترال كورتيكو سباينال تراكت، لو انا في الانتيرور وايت كولوم هيبقى اسمي انتيرور كورتيكو سباينال تراكت. يبقى كل ده هو ما يعنيه كلمه بيراميدال باثوي. البيراميدال باثوي اوريجينيتس فروم ايه؟ فاكرين يا دكتور؟ بيراميدال سيلز اوف ذا موتور كورتكس، مينلي الموتور والبري موتور ارياز اللي خدناها امتى؟ برافو عليك،
برافو الدكتور اللي قالها، خدناها يا دكتور في ال cortical functional areas of the brain. Some fibers arise from post central sensory cortex. ايه ده اللي دخلها دي؟ ما احنا ماشيين حلو من ساعتها. To end at the contralateral dorsal horn cells of the spinal cord. ليه بقى؟ For modulation of sensations. يعني مش عايزين فيها تفاصيل خالص، وعايز اقول لك ان البيراميدال سيستم ده كله موتور، بس في بعض البيراميدال سيلز دي او النيورونز دي طالعه من البوست سنترال جايروس او البوست سنترال سنسوري كورتكس، بتعمل بس شويه موديوليشنز للسنسيشنز، يعني زي فيدباك كده، مش مهمه خالص، لو نسيتها مش مهم. اتفقنا ان البيراميدال عباره عن كورتيكو بالبر وانتيريور كورتيكو سباينال ولاترال كورتيكو سباينال. تعال نشوف ايه حكايه الكورتيكو بالبر ده. احنا عرفنا خلاص ان البيراميدال، اي بيراميدال طالع منين؟ من الموتور اند بري موتور ارياز في الفرونتال لوب، من السيلز بالتحديد اللي اسمها بيراميدال سيلز من الكورتكس، زي ما انت شايف، زي ما انت ايه، زي ما انت شايف. This is the origin of pyramidal cells. شوف كله كله طالع من البيراميدال سيلز اوف ذا برين سيريبرال كورتكس اللي موجوده فين؟ في الموتور كورتكس اللي في الفرونتال لوب، مينلي موتور اند بري موتور ارياز. حلو، لو انا كورتيكو بالبر هتصرف ازاي؟ قال لك الفايبرز اوف ايتش تراكت، يعني اليمين او الشمال او اي كورتيكو بالبر نازله لنيرف معين، فايبرز اوف ايتش تراك ديسنز ان ذا كورونا رادياتا والجينو اوف ذا انترنال كابسول ذن ذا برين ستيم. ايه ده؟ ده احنا في الاسندنج باث ويز جبنا سيره الانترنال كابسول بس كان البوستيريور ليمب، لكن الكورتيكو بالبر اللي نازله للكرينيال نيرفز نيوكلياي في البرين ستيم هتعدي في الجينو اوف ذا انترنال كابسول، جينو اوف انترنال كابسول كورونا رادياتا، جينو اوف انترنال كابسول ثم برين ستيم. ايه اللي يحصل؟ They terminate on motor nuclei. هيبص motor nuclei of cranial nerves. شايف الحزمة كلها اسمها pyramidal tract. الجزء ده من الحزمة كورتيكو بالبر رايح للنيوكلياي بتاعة cranial nerves. motor nuclei of cranial nerves. رقم 3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12. طبعا عارفين 3 عشان الاي، 4 عشان الاي، 5 عشان muscles of mastication، 6 عشان الاي، 7 عشان muscles of the face، 9 عشان stylopharyngeals، 11 عشان النيك muscles في الفارينجيال بلكسس، 12 عشان التانج muscles، supplying head muscles، اي muscles of the eye, jaw, face and some neck muscles. ايه رايكو؟ ادي الكورتيكو بالبر. هاي fibers mainly terminate on contralateral motor nuclei of cranial nerves زي ما انت شايف في الصورة، تعبر المنتصف وتروح للcontralateral nuclei of the cranial nerves، ولكن there is also ipsilateral fibers. يعني بيقول لك الفايبرز اللي نازلة دي منها ما يعبر خط المنتصف ومنها ما يفضل ipsilateral. طب ما اللي جاي من الناحية التانية؟ هيبقى منها ما يعبر خط المنتصف ومنها ما يبقى ابسيلاتر. يعني كل نيوكلياس اوف كرينيال نيرف، كل موتور نيوكلياس من الكرينيال نيرفز اللي انت شايفهم قدامك دول بتستقبل بوث ابسيلاترال اند كونترالاترال كورتيكو بالبر فايبرز. تاني عشان الناس اللي بتحب تكتب المعلومات دي ورايا، كل الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز اللي انت شايفها قدامك بتستقبل بوث، حط تحت بوث دي 20 خط، both ipsilateral and contralateral corticobulbar fibers. عندنا استثناء two nuclei فقط lack this double control. ليه؟ لان هما بي receive contralateral fibers only، يعني في 2 nuclei ينقصهم هذا double control اللي هما بمنتهى البساطة the part of the motor nucleus of facial nerve controlling the muscles of the lower half of the face and the part of the hypoglossal nucleus controlling the genioglossus muscle، يعني ال main bulk of the tongue. حلو قوي ده الكلام ده، يتحط فيه MCQ من هنا للصبح. This is a very nice material for multiple choice questions. يبقى احنا دلوقتي لازم قبل ما اسيب السلايد دي ااكد على معلومتين مهمين جدا. اول معلومه، وات از ذا اوريجين اوف بيراميدال سيستم. بحبك دايما تقول بيراميدال باثوي او بيراميدال سيستم. ات از ذا سيم اوريجين،
بيراميدال سيلز فروم ذا سريبرال كورتكس، على حسب بقى انا رايح فين. لو والله لو رايح للفيس والجول بتاع هطلع من منطقه الفيس، لو رايح لللمبز وكده هطلع من المنطقه دي اللي هي الموتور هومونكيولس فاكرين، لو رايح عند من منطقه الرجل هطلع من الناحيه دي، اتفقنا؟ يبقى بيراميدال سيلز المنتشره في الموتور والبري موتور ارياز اوف ذا سريبرال كورتكس، وعدي في الكورونا رادياتا ثم الانترنال كبسول عشان اوصل يا اما برين ستيم يا اما سباينال كورد. وقف عندك. لو انا رايح للنيوكلاي اوف كرينيال نيرفز في البرين ستيم هيبقى اسمي كورتيكو بالبال تراكتس، وهعدي في الجنو اوف ذا انترنال كبسول. تاني معلومه احب اكد عليها، ان هذا الباثوي اللي اسمه كورتيكو بالبر باثوي كله بيعمل كروسنج ذا ميدل لاين، كله بيعمل كروسنج ذا ميدل لاين وما بيعملش كروسنج في نفس الوقت، يعني بيبقى رايح للابسي لاترال كرينيال نيرف نيوكلاي المسؤول عن الحته دي، والكونترا لاترال كرينيال نيرف نيوكلاي المسؤول عن الحته دي. يبقى اول موتور كرينيال نيرفز نيوكلاي ريسيف بوث ابسي لاترال اند كونترا لاترال كورتيكو بالبال فايبرز اكسبت اتنين نيوكلاي بيجي لهم بس كونترا لاترال، بيجي لهم بس كونترا لاترال اللي هي البارت اوف فيشال المسؤول عن اللور هاف اوف ذا فيس، والبارت اوف هايبوجلوسا المسؤول عن الجينيو جلوسس ماسل. طب يا دكتور هتسيبنا تايهين كده؟ حاشا وكلا. ايه رايك في الصوره دي؟ فاكرينها؟ جبتها لكم في النيوكلاي اوف كرينيال نيرفز لما اتكلمت عن الفيشال نيرف. This is the motor nucleus of the facial nerve بتاعت المنطقه دي. ما تلخبطش نفسك يمين وشمال، بتاعت الحته دي. عندي جزء منها بيسبلاي ذا ابر هاف اوف ذا فيس، وعندي جزء منها بيسبلاي ذا لور هاف اوف ذا فيس. حلو؟ بص كده شوف السلكه اللي رايحه للجزء اللي بيسبلاي اللور هاف اوف ذا فيس، امشي وراها هوب 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 هوب. واو اتس اونلي فروم ذا كونترا لاترال سايد، اونلي هي السلكه الوحيده اهي. اما البارت اوف ذا نيوكليس سبلاينج الابر هاف اوف ذا فيس جاي له سلكتين، واحده ابسي لاترال واحده كونترا لاترال. يبقى اذا ادي اول اكسبشن، the part of the nucleus controlling muscles of the upper half of the face receiving bilateral corticobulbar fibers، بينما ال part controlling muscles of the lower half of the face receives only contralateral. اهي only سلكة جاية من الناحية التانية، only سلكة جاية من الناحية التانية. اوكي يبقى كل ده اسمه upper motor neuron، من اول النيوكليس وانت نازل اسمه لور موتور نيورون. يبقى كده فعلا البيراميدال سيستم حقق لي القاعده، جاي من الهاير برين سنترز وانتهى في لور موتور نيورون، يا في البرين ستيم اللي هي نيوكليس اوف كرينيال نيرف، يا اما في السباينال كورد زي ما هنشوف بعد كده. الجزء الثاني، واو ذس از ذا جينيو جلوسس ماسل ذا مين بالك اوف ذا تانج، ذا مين بالك اوف ذا تانج، ادي الموتور نيوكليس اوف هايبوجلوسل، الجزء منها المسؤول عن السبلاي بتاع الجينيو جلوسس بتاع نفس الناحيه اهو، لانه لور موتور بتاع نفس الناحيه جاي له منين؟ كورتيكو بالبر، برافو عليكم، من الناحيه الثانيه، هوب 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 من الناحيه الثانيه. يبقى اذا the part controlling genio glossus muscle في الموتور نيوكليس اوف هايبوجلوسال نيرف the main bulk of the tongue receives only contralateral corticobulbar fibers. هاي ودي برضو جبتها لكم لما اتكلمت عن الكرينيال نيرفز نيوكلاي. لذيذه قوي السلايد دي يا دكتور، هايله هايله، ومش عايز ان انا احفظ. اتفقنا؟ ادي اللور هاف اوف ذا فيس، اطلع معاه هوب جاي له سلكه منين؟ كورتيكوبالبر، هوب 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 كونترالاترال. ادي الفايبرز المسؤول عن جينيو جلوسس، ماشي جاي لها منين؟ هوب 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 من الكونترالاترال. هايل. اما باقي النيوكلاي كلها جاي لها بايلاترال كورتيكو بالبر باثوي. ادي اول باثوي في البيراميدال، صعب ده سهل جدا. خش في الباثوي اللي بعده، كورتيكو سباينال تراكتس. اتفقنا ان الكورتيكو سباينال تراكتس هي الجزء من البيراميدال سيستم اللي هينزل يمشي في السباينال كورد وينتهي في لور موتور نيورونز عند السباينال كورد. لو كان ماشي قدام في الفنترال وايت ماتر هيبقى اسمه فنترال كورتيكو سباينال تراك، لو كان ماشي في اللاترال وايت كولون هيبقى اسمه لاترال كورتيكو سباينال تراك، باينين اهو مع الصوره. لو انا في الفنترال وايت كولون هيبقى اسمي انتيريور كورتيكو سباينال تراك، لو انا في اللاترال وايت كولون هيبقى اسمي لاترال كورتيكو سباينال تراك. يلا اتفقنا ان الاوريجن بتاعي از بيراميدال سيستم ايه؟ خلاص يا دكتور عرفناها بقى، مش لازم تكرر. اتس بيراميدال سيلز موجودة في الموتور اند بري موتور كورتكس المسؤول عن الحتة اللي انا رايح اتحكم في العضلات بتاعتها. حلوة دي. الجزء الموجود في الموتور اند بري موتور كورتكس الموجود في الحتة او في البارت او في الاريا
بتاعه العضو او المسلز اللي انا رايح كنترولينج ات. الاكسونز اوف ذا نيورونز ان ذا سريبرال كورتكس، اهي الاكسونز الحمراء دي اللي طالعه من البيراميدال سيلز، بتخش وتتجمع في الكورونا رادياتا، ثم باس اند ثرو ذا انتيرور تو ثيرد او بوستيرور لمب اوف انترنال كبسول. الابر لمب فايبرز ار انتيرور هواي اللور لمب فايبرز ار بوستيرور. هايل، يبقى هم اتجمعوا في الكورونا رادياتا وعدوا في البوستيرور لمب اوف انترنال كبسول، بحيث تكون الفايبرز اللي رايحه تتحكم في الابر لمب قدام والفايبرز اللي رايحه تتحكم في اللور لمب ورا. اتفقنا ان الكورتيكو سباينال ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن السكيلتال ماسلز يا دكتور عشان تحركها. ما هو المسلز اللي في الهيد ونيك خلاص جالها كورتيكو بالبر، اما المسلز بتاعت جسمك رايح لها ايه؟ رايح لها كورتيكو سباينال. برافو، حلو. الفايبرز بعد كده بتنزل في البرين ستيم، في الميد برين، بالتحديد في الميدل 3 فيفث اوف ذا سريبرال بيدانكلز، وبعد الميد برين تعدي على البونز، تمشي في البيزس بونتز وتبقى متفرقه بالترانسفيرس بونتاين فايبرز. كلام بقى الداخلي ده انتوا خدتوه في الهيستولوجي. بعد كده تنزل في المدلة اوبلونجاتا فورمينج ذا بيراميد اوف ذا مدلة اوبلونجاتا. فاكرين الجنرال فيتشرز ليه قلتها قبل الباثويز؟ عشان اما اقول لك ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا مدلة اوبلونجاتا كان فيه بلج اسمه بيراميد وبلاترال ليه كان فيه الاوليف. عرفنا البلج بتاع البيراميد ده اتعمل بايه؟ اتعمل بالكورتيكو سباينال فايبرز اللي ماشيه في المدلة. هايل، ادي البرين ستيم، قلت لك ان الاثنين دول اسمهم كراس سيريبراي او سيريبرال بيدانكلز، فهو يمشي في الميدل 3 فيفث اوف ذا سيريبرال بيدانكل. هاي الصوره، يعني بصوا الصوره بتنطق والصوره رائعه مش محتاجه اي كتابه. هتقول لي والله دول طلعوا من البيراميدال سيلز، عدوا في الكورونا رادياتا ثم الانترنال كبسول ثم في الكراس سيريبراي ثم في المضلة، عملوا البلج اللي قدام اللي اسمه بيراميد، عشان كده بنسميهم بيراميدال سيستم. ده كلهم بيراميد لانهم طالعين من البيراميدال سيلز وعملوا كلكعه هنا في الاليفيشن اللي في المضلة، فسميناه بيراميد عشان معمول بالبيراميدال فايبرز اللي طالعه من البيراميدال سيلز اوف ذا سريبرال كورتكس. لسه ما فسرتهمش، انا بقول لك ده البدايه الموحده للكورتيكو سباينال تراكت، عشان في ناس كتير بتذاكر الانتيريور كورتيكو سباينال لوحده واللاترال كورتيكو سباينال لوحده. بليز ارجوك جمع دماغك، دماغك مش ناقصه، دماغك مش ناقصه بعطره بالبلدي كده، دماغك مش ناقصه تتبعطر خالص. فانا بقول لك ان الكورتيكو سباينال تراكس نفس البدايه وماشيين مع بعض في الكراس سيريبراي وماشيين مع بعض في البيراميد اوف ذا ميدالا. Along the length of the pyramid 85% of fibers cross the middle line forming the motor decussation، علشان ينزلوا يبقى اسمهم lateral corticospinal tract. حانت لحظة التفرقة، حانت لحظة التفرقة بين الزملاء. ايه رأيكم؟ نازلين حبايب من السريبرال كورتكس مع بعض، مشوا في الكورونا رادياتا والانترنال كبسول حبايب، في الانتيريور two thirds of the anterior posterior limb of the internal capsule، دخلوا في الكراس سيريبراي حبايب، مشيوا في الميدل 3 fifth of the كراس سيريبراي of the midbrain، دخلوا البونز حبايب، مشيوا في البيزس بونز، دخلوا في المضلة حبايب، عملوا البيراميد of the مضلة. بعد كده 85% من الفايبرز crossed the middle line، crossed عملت الموتور ديكاستيشن of the medulla. هوب 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 هوب. يبقى اذا يا دكتور السنسوري ديكاسيشن اوف ذا ميدالا كان بتاع الاكسونز بتوع الجراسيل وكونييت نيوكلياي علشان يعمل الميديا اللي منسكس، فاكرينها في المحاضره اللي فاتت؟ اه فاكرينها يا دكتور. اما الموتور ديكاسيشن معمول بال 85% من الفايبرز بتاعه الكورتيكو سباينال باثوي التي كونت بعد ذلك اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. 15% من الفايبرز ريمين انكروزد، اهي بص النسبه، جاب لك خيوط كتيره قوي عملت كروسنج في الموتور ديكاستيشن وعملت اللاترال كورتيكو سباينال، وعمل لك خيط واحد بس ما عملش ديكاستيشن، سميناه الفنترال كورتيكو سباينال تراكت. قال لك ولكن بط بالاحمر they will cross at lower level in the spinal cord
at the target spinal cord segment. يعني بص برضو بعد ما نزلت مفيش فايدة، مفيش فايدة، لازم نرجع تاني زي بعض. عملت كروسنج بس تحت، عملت كروسنج بس ايه، بس تحت. حلوة قوي اللعبة دي، نقولها تاني بسرعة، نقولها تاني بسرعة، معانا وقت يا دكتور نتكلم براحتنا عادي. What is the origin of pyramidal system كله، pyramidal cells. لو كان كورتيكو بالبر هيخلص في البرين ستيم، واتفقنا خلاص انه هيدي مين للكونترا لاترال نيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرفز الموتور، وهيدي الابسي لاترال، وعملنا استثنائين جايبين بس من الكونترا لاترال عرفناه. اما لما كانت الفايبرز نازله للسباينال كورد، عدت في البوستيرو لامب اوف انترنال كبسول، عدت في الكراس براي، عملت البيراميد اوف ذا ميدالا، ثم اتقسموا 85% عملوا كروسنج عشان يشكلوا جوه السباينال كورد لاترال كورتيكو سباينال تراكت، 15% نزلوا في السباينال كورد از فينترال سباينال سيراميك لحد ما توصل للسيجمنت اللي هي عايزاها، اللي فيها العضله او اللي خارج منها العصب اللي هيتحكم في العضله اللي هي عايزاها، وتقوم عامله كروسنج. ما هو البرين لازم يتحكم في الكونترا لاترال سايد اوف ذا بودي، انت بتتكلم ازاي؟ تعالى بقى نتكلم على كل واحده. ذا لاترال كورتيكو سباينال تراكت لوحدها هتنتهي في اللاترال جروب اوف انتيريور هورن سيلز. بص 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 انتهت فين؟ شايف السهم الخبيث ده؟ في اللاترال جروب اوف انتيريور هورن سيلز اوف ذا جراي ماتر اوف ذا سباينال كورد كنترولينج ذا ليمب ماسلز. وطبعا الاكسونز بقى بتاعت الانتيريور هورن سيلز دي اللي بالابيض دي تمشي في الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف اللي هو بيور موتور، وبعدين تروح تغذي السكيلتال ماسلز. هايل اوف ذا ليمب، تمام. اما الفنترال كورتيكو سباينال تراكت بتنتهي في الميديال جروب، اهي بص عملت برضه كروسنج بتاعت في الميديال بقى مش في اللاترال، في الميديال جروب اوف انتيريور هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد اوف بوث سايدز، اوف بوث سايدز. يعني بص هنا وعملت كروسنج راحت للناحيه الثانيه. اونلي 2% بس من الفنترال كورتيكو سباينال تراكت بتنتهي في السباينال اكسسوري نيوكليوس عشان تكنترول الاسترنوماستويد ماسل اوف ذا سيم سايد. ليه؟ لان الاسترنوماستويد ماسل اوف ذا سيم سايد هتخليك تبص تو ذا اوبوزيت سايد عشان تخدم على الاوبوزيت سايد، ما ينفعش هي كمان تكروس. ايه ده؟ ده معلومه في منتهى الجمال. بص بقى معايا، نقول تاني ثلاثه تريكات مهمه قوي في الكورتيكو سباينال تراكس عشان الام سي كيو. ما هي هذه التريكات؟ اول تريكه بينزلوا زملاء مع بعض، بيعدوا في الكورونا رادياتا والبوستيريور لامب اوف انترنال كابسول والكراس سيربراي، ويعملوا البيراميد اوف ذا ميدالا. حلو، اقسم الفايبرز 85% يعملوا كروسنج تو ذا اذر سايد وينزلوا از لاترال كورتيكو سباينال تراكتس، ينتهوا في الانتيريور هورن سيلز على اللاترال سايد، يقوم الاكسونز اوف انتيريور هورن سيلز تخرج في الفنترال روت تروح تتحكم في السكيلتال ماسلز بتاعت المنطقه دي. ال 15% من الفايبرز ينزل في الفنترال وايت كولوم اوف ذا سباينال كورد عشان ينتهي في الانتيريور هورن سيلز الميديال سايد بالتحديد اون بوث سايدز اوف بوث سايدز، والسايد التاني بتعمل كروسنج في الحته اللي انا رايح لها في السيجمنت المراد التحكم فيه. ال 2% اللي ما عملوش كروسنج، في 2% مش هيعملوا كروسنج خالص عشان هيفضلوا ماشيين في الابسي لاترال سايد عشان يتحكموا في الاسترنوماستويد ماسل بتاعت الابسي لاترال سايد، علشان الاسترنوماستويد تخليني ابص للناحيه التانيه اللي رايح لها بقيه الاعصاب التانيه. حلوه دي؟ يبقى اشمعنى الالياف اللي رايحه تتحكم في الاسترنوماستويد ما بتعبرش خط المنتصف؟ علشان المخ الشمال يتحكم في الاسترنوماستويد الشمال اللي تخليني ابص يمين، ابص يمين عشان اشتغل مع العضلات اللي في الناحيه اليمين اللي نص المخ الشمال بيتحكم فيه. هايل. يبقى ليه الفايبرز رايحه الاسترنوماستويد ما بتعبرش؟ لان الاسترنوماستويد تتميز في انها بتخليك تبص للاوبوزيت سايد، فمن مصلحتي ان انا اغذي الاسترنوماستويد اللي في نفس المكان عشان تخلي وشي يبص للاوبوزيت سايد، عشان تخلي وشي يبص للاوبوزيت سايد اللي بيشتغل مع الفايبرز اللي رايحه للاوبوزيت سايد اصلا. يبقى شغل عضلات جسمي الشمال وبص شمال بالاسترنوماستويد اليمين بتاعتي، اشتغل بعضلات نص جسمي اليمين وبص يمين بالاسترنوماستويد الشمال بتاعتي. فهمتوا؟ اتمنى تكونوا فهمتوا. حلو جميل جدا. يبقى احنا دلوقتي خلصنا ايه؟ الكورتيكو بالبر والكورتيكو سباينال، يعني خلصنا البيراميدال، اتفقنا ان هو الاوريجين بتاعه بيراميدال سيلز اوف ذا سريبرال كورتكس، وبينتهي في لور موتور نيورونز يا اما في البرين ستيم يا اما في السباينال كورد. لو انتهى في البرين ستيم بيبقى اسمه كورتيكو بالبر، لو انتهى في السباينال كورد بيبقى اسمه كورتيكو سباينال.
لو راح لللاترال جروب اوف انتيريور هورن سيلز يتحكم في الليمب ماسلز يبقى اسمه لاترال كورتيكو سباينال تراكت. لو راح للميديال جروب اوف انتيريور هورن سيلز هيبقى اسمه فنترال سباينو فيرتيكال كورتيكو سباينال تراكت. لاترال كورتيكو سباينال اند فنترال كورتيكو سباينال تراكت. اوكي، ذا اكسترا بيراميدال باثوي، اتفقنا ان الاكسترا بيراميدال باثوي ده مسؤول عن ايه؟ نفتكر عليكم نور. ذا اكسترا بيراميدال باثوي مسؤول عن unconscious control of muscle tone and balance الذي يجب ان يتواجد علشان الحركات اللي البيراميدال سيستم عايزه تتعمل تتعمل مظبوط. وقلنا انه يشمل حاجات رايحه لللمب ماسلز ديستال لمب ماسلز وحاجات رايحه للترانك اند بروكسيمال لمب ماسلز. الميديال باثوي اللي كان فيه حاجات كتير، كان فيه تيكتو سباينال وكان فيه ريتيكولو سباينال وكان فيه فيستيبولو سباينال. اول واحده فيستيبولو سباينال تراكت، الابر موتور نيورونز بتاعتهم هم في الفيستيبولار نيوكلياي. هايل. ذيس نيوكلياي بيجي لها انفورميشن فيا ذا فيستيبولو كوكليار نيرف اباوت ذا تشينجز ان ذا اورينتيشن اوف ذا هيد. احنا عارفين ان الـ ان ان الانر اير لما ناخدها في السبيشال سنسز ان شاء الله ليها علاقه بالتشينج اوف بوزيشن اوف هيد. في حاجه كده جوه اسمها اندولينف وبيريلينف ومش عارف ايه وحاجات كده وسوائل وبتاع في الانر اير مع ريسبتورز يوتريكل وساكيول ومش عارف ايه وشويه حاجات كده هتاخدوها ان شاء الله في السبيشال سنسز بتتحكم او بتحس بوضع راسك في السبيس. فالفيستيبولار نيوكلاي بيجي لها عن طريق الفيستيبولو كوكليار نيرف معلومات عن وضع راسك في هذا الفراغ. These tracts send the motor commands adjusting muscle tone and the position بتاع النيك والايز والهيد واللمبس to maintain the posture and the balance. يبقى اذا الاذن الداخليه بتاعت حضرتك بمنتهى البساطه بتوصل معلومات للفيستيبولار نيوكليار كومبلكس عن طريق الفيستيبولو كوكليار نيرف بتعرفه الاتزان بتاعك وحركة راسك في الفراغ، راسك اتعوج، راسك اتقلب، راسك معدول، راسك نايم. تقوم الفيستيبولو سباينال تراكس دي تبعت أوامر للنيك ماسلز والآي ماسلز والهيد واللمبس كمان عشان تظبط البوزيشن وتظبط البالانس بتاعك، مش عايز تفاصيل أكتر من كده. تيك تو سباينال تراكت يعني السوبيريور كوليكولاس اللي في الميد برين. الأبر نيورون بتاعها في السوبيريور والإنفيريور كوليكولاي بتوع التكتم اوف ذا ميد برين، ما احنا خدناه خلاص في السبيشال فيتشر في الجنرال فيتشرز هناك في الاناتومي العادي. هيجي لها فيجوال باث واي، سوبيريور كوليكولاي ريسيف فيجوال ستيمولاي والانفيريور كوليكولاي ريسيف اوديتوري ستيمولاي. هوب يقوموا باعتين تكتو سباينال تراكتس علشان تتحكم في ايه؟ في اللور موتور نيورونز اللي في البرين ستيم او السباينال كورد. ليه؟ علشان adjust the reflex changes in position of muscles in response to visual or auditory stimuli. مثلا انت شفت حاجة بتطير كده وهتطير هتطير في عينك، بتقوم بعد راسك وبعد عينيك وبتاع ده، سمعت الصوت بتبص بعينك في اتجاه الصوت، مش عارف ايه reflex. يبقى اذا الفيستيبولو سباينال بتظبط التوازن بتاعك بسبب ان بيجي لها معلومات من الانر اير بتاعتك عن عن وضع الراس بتاعك او الهيد بتاعك in the space. التيكتو سباينال بتظبط الريفلكس تشينجز اللي بتحصل في البوزيشن بتاع جسمك او بوزيشن العضلات لما تسمع صوت مفاجئ او تشوف حاجه مفاجئه. اخيرا ريتيكولو سباينال تراكتس اللي جايه من الريتيكولار فورميشن، الاوريجن بتاعهم الريتيكولار فورميشن اللي بيريسيف انبوت فروم اول اسيندنج اند ديسيندنج باثويز. الريتيكولار فورميشن ده لما ناخده في السبيشال باثويز او في السبيشال ايتمز المسؤوله عن الانتجريشن اوف ذا باثويز هتعرف ان الريتيكولار فورميشن ده المسؤول عن الصحصحه بتاعتك. بيجي له انفورميشن من كل حته. اكسونز اوف ابر موتور نيورونز اللي في الريتيكولار فورميشن بتنزل از ريتيكولو سباينال تراكتس وما بتعملش كروسنج للاوبوزيت سايد. كونسيرند ذا سب كونشس ريجوليشن اوف ريفلكس اكتيفيتيز برضه الحركات ريفلكس المختلف. بص معايا كده ايه رايك في دي؟ ادي الفيستيبولار نيوكلياي ماشي بيجي لها انفورميشن من الفيستيبولو كوكليار نيرف تقوم منزله تراكت اسمها فيستيبولو سباينال تراكت. طب ايه رايك في التكتم اوف ذا ميد برين اللي فيه سوبيرو كوليكولاس وانفيرو كوليكولاس؟ يجي لي في السوبيرو كوليكولاس فيجوال انفورميشن، يجي لي في الانفيرو كوليكولاس اوديتوري انفورميشن، اقوم عامل واتس كولد ها تكتو سباينال تراكت. برافو. والريتيكولا فورميشن برضو اللي موجود هنا يقوم باعت لك ريتيكولو سباينال تراكت. عرفنا
ادي التلاتة اللي ماشيين في الميديال سايد اوف ذا سباينال كورد، عشان كده سميتهم ميديال باثوي. اتفقنا؟ ذا ميديال باثوي. فاكر لما قلت لك ان الميديال باثوي ده مسؤول عن عضلات الترانك والبروكسيمال لمب ماسلز؟ اه فعلا، ما هو ترانك اللي هو عضلات النك والايز والهيد واللمبز اللي هي البروكسيمال تو مينتين البوستشر، صح؟ اما اللاترال باثوي بتاع الريد نيوكليوس اللي لونها احمر كانت مطلعه تراكت اسمها روبرو سباينال، عشان كده كانت التراكت ملونها لك بالاحمر في اول صوره خالص في اول مايند ماب. ذا لاترال باثوي، حد فاكر ده مسؤول عن ايه؟ اه يا دكتور، مسؤول عن الديستال لمب ماسلز فور دايسكريت اند سكيلد موفمنتس. روبرو سباينال تراكتس الابر موتور نيورونز بتاعتها هي الريد نيوكلياي اوف ذا ميد برين. روبر يعني ريد، عشان كده سميتها روبرو. The axons of these neurons cross the middle line and descend in the spinal cord as rubrospinal tract in the lateral column. عشان كده سميتها lateral pathway. These tracts are small, reaching only the cervical segments of the spinal cord. They provide control on the distal muscles of the upper limb. لأنها وصلت في السيرفيكال بس. السيرفيكال بس اللي بيطلع منه brachial plexus المسؤول عن الديستال ليمبس، يعني رايحه للحتت السيجمنتس اللي طالع منها نيرفز، رايحه تتحكم في الديستال سيجمنتس اوف يور ابر ليمب فور سكيلد بريسايز موفمنتس، يعني تزرر الزراير بتاعه القميص بتاعك، بتحط حاجه كده دقيقه، تعزف موسيقى، ترسم مش عارف ايه. حلو. ذا رول اوف روبرو سباينال تراكس. بص بقى، بص بقى المعلومه دي، واحد يقول لي امال ايه اللي خدناه من شويه ده يا دكتور؟ عشان كده بقول لك The role of robrospinal tract لحقتك اهو is insignificant and weak as compared to lateral corticospinal. ما انا طلع لي يا دكتور corticospinal pathway محترم، بيراميدال سيستم محترم، نازل بفايبرز كتيره من الموتور والبري موتور اريا اللي فيها بروجرامينج، فيها بلاننج، وفيها سكيلد موفمنتس. لما تفتكروا، لو تفتكروا لما خدنا الفانكشنز بتاعت الكورتيكال باثوي الكورتيكال ارياز، يبقى انا مستني تراكت صغيره كده طالعه من الريد نيوكليس تتحكم. فهو بيقول لك هي دورها بالمقارنه باللاترال كورتيكو سباينال تراكت از ويك، ولكن ات ماي بي امبورتنت ان مينتيننج ذا تون اوف ابر لمب ماسلز لو لا قدر الله حصل دامج في اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. يبقى هي تراكت زغنططه بتروح تساعد في السكيلد موفمنت بتاعت عضلات الهاند بتاعتك، ولكن بيقول لك في وجود اللاترال كورتيكو سباينال تراكت اللي ربنا خلقها لنا سليمه وربنا يحفظها فينا كلنا وجميع السامعين، بيبقى دورها ضعيف قوي، ولكن زي ما بيقولوا كده نوايا تسند الزير لو لا قدر الله حصل حاجه في اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. بيقول لك ان التراكت دي يعتقد ان بيبقى ليها اهميه في انها تحافظ على المسل تون كويس بتاع الابر لمب ماسلز وخصوصا الديستال ماسلز لما اللاترال كورتيكو سباينال تراكت يحصل لها حاجه. اوكي جميل. في حاجه بقى لذيذه بقى، بص معايا كده، كورتيكو بونتو سيريبيلر باثوي ده ديسندنج باثوي بس على جنب، عشان كده عامله لك في حته حمراء كده لوحده. كورتيكو بونتو سيريبيلر باثوي يعني باثوي من الكورتكس للبونز ثم من البونز الى السيريبيلم، عشان كده قسمناه حتتين افرنت كورتيكو بنتاين فروم كونترا لاترال سيريبرال كورتكس تو بونتاين نيوكلياي from contralateral cerebral cortex to pontine nuclei cortico pontine fibers from contralateral cortex to pontine nuclei. ثم بيقوم عامل بونتو سيريبيلر كمان from pontine nuclei to cerebellum via middle cerebellar peduncle. بونتو سيريبيلر من البونز الى الميدل سيريبيلار بدنكل، يخش السيريبيلم. ما هي الاستجابه؟ الافرنت دنتاتو ثلاميك فايبرز من الدنتيت نيوكليوس، من الدنتيت نيوكليوس يطلع اللون الاحمر اسمه دنتاتو ثلاميك فايبرز من الدنتيت نيوكليوس اوف ذا سيريبيلم تو كونترا لاترال ثالامس فيا سوبيريور سيريبيلر بدانكل. يبقى الافرنت دخل على السيريبيلم من الميدل سيريبيلر بدانكل، الافرنت خرج من السيريبيلم عن طريق السوبيريور سيريبيلر بدانكل الى الثالامس الى الفنترولاترال نيوكليوس اوف ذا ثالامس. يقوم بعد كده المحطة التانية ثلامو كورتيكال
بروجكت تو ذا سيريبرال كورتكس في الناحيتين، شايف الناحيه دي والناحيه دي، ثلامو كورتيكال. ايه السيجنيفيكانس بتاع التراكت دي؟ عندي خطوتين كورتيكو بونتو ثم بونتو سيريبيلر، خطوتين تانيين دنتاتو ثلامك ثم ثلامو كورتيكال. ما هي السيجنيفيكانس؟ اتس ا فيدباك سيركولت بتوين كونترالاترال سيريبرال كورتكس اند سيريبيلم، وبالتحديد النيو سيريبيلم. فاكرين الاركي سيريبيلم والنيو سيريبيلم والباليو سيريبيلم؟ واحد مسؤول عن المسلز، واحد مسؤول عن البالانس، واحد مسؤول عن، فاكرين؟ يبقى هو فيدباك سيركويت بين الكونترالاترال، كونترالاترال، بص كونترالاترال، يبقى ده هنا وده هنا، كونترالاترال سيريبرال كورتكس اند سيريبيلم، وبالتحديد النيو سيريبيلم. And the new cerebellum is responsible for coordination of voluntary movements. Coordination، طالما coordination يبقى ال connection بتاعه cortical. اتفقنا؟ يبقى ده كان pathway كده حبيت ان انا ايه انوه عنه، ان في cortico pontine ثم بونتو cerebellar من الميدل cerebellar بدنكل، ثم dentato thalamic ثم thalamo cortical. ماشي يا شباب؟ والى هنا نكون وصلنا الحمد لله. أشكركم برضو في ساعة إلا ربع وأقل. These are the descending pathways. واحد يقول لي كده ما تلخصنا يا دكتور، قسمناها بيراميدال وإكسترا بيراميدال، والبيراميدال قلنا إنه خارج من بيراميدال سيلز في السريبرال كورتكس، الأبر موتور نيورونز بتاعته في البري موتور أند موتور أرياز أوف ذا كورتكس، بتنزل يا إما في البرين ستيم يبقى اسمها كورتيكو بالبر، أو تمشي في السباينال كورد، لو عبرت ومشيت 85% من هذه الفايبرز في اللاترال كولم يبقى اسمها لاترال كورتيكو سباينال، اما لو لم تعبر وكانت 15% بس من الفايبرز ومشيت في الانتيريور وايت كولم هسميها انتيريور كورتيكو سباينال. وينتهي الكورتيكو سباينال مش فقط في البرين ستيم، لا ينتهي في النيوكلياي اوف انتيريور هورن سيلز في السباينال كورد. اما الاكسترا بيراميدال سيستم اسسمته ميديال باثوي مسؤول عن التحكم في الترانك ماسلز والانكونشوس تظبيط او كنترول اوف ذيس ماسلز عشان البالانس بتاع جسمي، اللي هو كان تيكتو سباينال لو جالي فيجوال او اوديتوري ستيمولاي اعمل ريفلكس لهذه الاستيمولاي واظبط نفسي، او فيستيبولو سباينال لو كان جالي حاجات من الفيستيبولو كوكلير نيرف عن مسار راسي او ذا بوزيشن اوف ماي هيد ان ذا سبيس، واخيرا كان في الايه، يبقى احنا قلنا في الريتيكولو سباينال اللي بيجيله انفورميشن من كل حته فيبقى مصحصح كده ومخليك دريان بايه اللي بيحصل، او اللاترال باثوي المسؤول عن الديستال ليمب ماسلز وخصوصا الهاند ماسلز اللي جاي من الريد نيوكليس اوف ذا ميد برين اسمه روبرو سباينال تراكت، وقلنا ان التراكت دي زغنططه وملهاش سيجنيفيكانس جامد قوي في وجود اللاترال كورتيكو سباينال تراكت، بس بيبقى ليها فايده لما يحصل دامج لللاترال كورتيكو سباينال تراكت فانها بتحافظ على المسل تون بتاع الديستال ماسلز اوف ذا ابر ليمب. وقلنا حاجه كده في الاخر، في كونكشن نازل من البرين للسيربيلم زي فيدباك سيركويت كده، من البرين للبونز ومن البونز للسيربيلم ثم من السيربيلم للثالاموس، ده رد الفعل، ومن الثالاموس الى الكورتكس. الى هنا يا شباب اكون خلصت الجزء الثاني من النيورو اناتومي باثويز. اتمنى بعد ما نذاكر الباثويز دي نظرتنا تتغير للنيورو اناتومي ونظرتنا تتغير للباثويز، واللي حابب يبقى عنده البرزنتيشنز دي مطبوعه ويحتفظ بيها يحطها في المكتبه عنده او يذاكر منها يزود عليها اي نوتس هو عايزها تفيده في حياته بعد كده، عنده كتاب سمبليفايد نيورو اناتومي يطلب من دار الاطباء نشر وتوزيع أمام مسجد النور في عباسية، ومتواجد في مكتبات كليات الطب المختلفة وخصوصا طب عين شمس. كان معكم دكتور أحمد فريد، أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هنتكلم فيها على السبيشيال آيتمز اللي هي التجميعات بتاعة الباثويز المختلفة بتاعة النيورو أناتومي. إلى أن نلتقي في هذا الموعد إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.